السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار ما يسمى بالحجرة أو إطار ما يسمى بفضح الفساد، كتسم واحد العديد من السلسلة من الاعتقالات الأشخاص اللي هما ناشطين في المجال الحقوقي والمجال الإنساني، الناس اللي هما كيقوموا بفضح الفساد والناس اللي كيقوموا بفضح جميع المفسدين واللي كيبينوا لنا المشاكل ديال الناس واللي كيعانيوها. مول الشكارة أو محمد بن نيس يتم الاعتقال ديالو وما كاينش واحد الأصوات اللي هي كتدافع عليه. محمد بن نيس الان يتم الاعتقال ديالو وحنا رحنا ساكتين. غدا غادي تكون انت او انت او لا واحد اخر من الاشخاص اللي باغيين يفضحوا الفساد وعندهم واحد الغيره على الوطن. كنادي الجميع باش نكونوا يد وحده باش نكونوا مع محمد بن نيس مول الشكاره. تضامننا الكلي والمطلق مع اي شخص عنده واحد الغيره على هذا الوطن، وشكرا.